اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم في طله وامسي جديده، دائما بصحبه المسحوق الافضل، دائما بودره وجل، دائما مين؟ بيروس. يا جماعه الخير، بيروس عائلي مميز جدا من المنظفات اللي بتستحقها تكون في بيتك. ولما قلنا لكم عن بيروس، هو بيروس من تركيا الى فلسطين، ودائما بنشجعكم لتستخدموا بيروس، موجود في كل المولات والسوبر ماركتات، عشان هيك استغلوا الفرصة وشاركوا دائما واشتروا وجربوه، واللي ما جربوا يرجع لنا، لأنه فيروس عنوانك لا بديل عنه. كمان شغلة واحدة، في عنده مميزات أنزيمات مشتركة ثلاث تزيل البقع سريعا، بالإضافة كمان مشاهدينا ومتابعينا أيضا هناك البياض الناصع والمحافظة على الملابس، وأيضا المحافظة على الغسالة، وأيضا العديد العديد من المميزات في فيروس. عالم جديد متجدد في عالم المنظفات، دائما ما إلكم إلا فيروس من تركيا لفلسطين. اليوم مشاهدينا متابعين، احنا في مدينة جنين، اليوم لن نتواصل ونشكر معاكم ونكمل معاكم مشوارنا ورحلتنا مع فيروس وعائلة فيروس المميزة. سيكون رفقتي من وراء الكاميرا محمد الفار خباب الأسمر، ومني أنا منتصر العناني. تعالوا من مدينة جنين مع عائلة فيروس لنشوف الأجواء. عندنا شركة جديدة من تركيا إلى فلسطين اسمها فيروس، هذه فيروس المنظفات، يعني غسيلك غير، يعني هون روائح معطرة بالإضافة إلى نصاعة، وبتحافظ على الملابس، مش بس هيك كمان بتحافظ على غسالتك لعمر كبير وطويل. طيب سيف وقاضي، من وين أنت؟ من سلسلة الظهر. من سلسلة الظهر؟ أيوة. أهلا وسهلا فيك. طيب اسمع، في عندنا سؤال بتجاوب عليه وبنعطيك هديتك، بس بشرط، يعني هسا أنا بدي أغسل لك. الوالدة أكيد. عمرك ما غسلت في غيابها؟ لا بغسل أكيد، وهذا عادي لما يكفي الشحط طبعا. طيب ولما تغسل بتكون إيديك ناعمات كمان حتى لو غسلت، شو رأيك؟ تمام. أنت على الغسالة ولا على القلم؟ لا على الغسالة، على الأوتومات، بدوش إياها تبعت زمان، بده على إيش؟ على التطور دائما. فيروس بتقدم لك عائلة مميز من عالم المنتجات. طيب سؤال، عدد لي خمس سريعا، خمس قرى من مدينة جنين. سيت الظهر، عجة، فحمة، عرابة، جبا. حافظهم عن ظهر القلب. كل سؤال صعب هذا؟ لا سؤال عادي. احنا مع فيروس دائما كل شيء سهل يا جماعة، حتى النظافة عندهم سهلة في كل شيء. طيب جماعة الخير، فيروس لما نقول فيروس يعني الأصل، دائما ندور على مين؟ على فيروس لبيتك، وبيتك يستحق. طيب احنا بنقول لك مبروك من عائلة فيروس. شو بتقول للستات عن جد؟ شو بتقول لهم على مسحوق فيروس؟ والله ان شاء الله هسه خلينا نجربه، ما شاء الله يعني طريقه كلامك مبين منتج ما شاء الله عنده، منتج مميز وراح تجربه، حتى الرائحه لهون، يعني الرائحه لهون، وبعدين راح تجربه راح تقول لك والدتك جيب لي منه. خلص ان شاء الله باذن الله، الله يوفقكم يا رب، والله يعطيكم العافيه. شكرا يا سيف، تعالوا معنا بالاجواء الحلوه في مدينه جنين. جبنا لك مسحوق مميز من تركيا إلى فلسطين في شركة شاهين برادر في فلسطين، جايبين لك مسحوق اسمه فيروس. هذا فيروس يزيل البقع، هنا فيش طباع، سريعا بيزيل بياض، بالإضافة أنه بحافظ على الملابس، وكمان عشان ما تضلهاش المرأة تطلب منك غسالة، غسالة خربت غسالة، ما بحافظ على الغسالة كمان. أبو إيش أنت؟ أبو مصطفى. أبو مصطفى، عاشت الأسماء يا أبو مصطفى. أبو مصطفى ايش؟ مختار محافظة جنين. مختار محافظة جنين، يا عيني، نيالنا في المخاتير الرائعين والمميزين. طيب كل التحية لأهلنا في جنين، كل كرة جنين. عندنا سؤال بتجاوب عليه بنعطيك هديتك مباشرة يا أيها المختار. تفضل. طب أول شو أول اختيار وبالآخر بطير، شو هو هذا؟ ايش؟ أول اختيار وبعدها بطير، شو هذا؟ الشاعر. يعني مخه بروح بعدين بطير. الشاعر. أول مخ وآخر بطير. مختار. المختار. حبيبي. هو تاه راح صار يفكر. المختار أول شيء مخه بعدين طار يا جماعة، بس لا المختار ماسك كل شيء في البلد. طيب هاي أعطينا هون، شوف الأول امسك هاي، شو من فيروس وحياتك لتجربه، والمرة راح تجربه راح تقول لك بتجيب لي زيون. اعترفنا انه احنا اللي بنغسل معناته كنت غسلنا غسلتين. المختار بدي يغسل وبدي يرجع كل بدي منه. طيب هاي هديتين مبروك عليك من فيروس، شو بتحكي لهم؟ بالتوفيق وللامام، وان شاء الله الله بيفتحها بوجههم وبيمشي السوق عليهم ان شاء الله، بعدين منتج من تركيا الى فلسطين. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك يا ايها المختار. عندنا
غسيل اسمه بيروس، بيروس عيلة مميزة في عالم النظافة من تركيا إلى فلسطين. اليوم احنا في مدينة جنين عشان بقول لك اختيارك خليه مع مين؟ بيروس يا جماعة. بيروس. طيب أبو إيش أنت؟ أبو العبد. أبو العبد، عاشت الأسماء يا أبو العبد. أبو العبد احنا مع بيروس، بياض بحافظ على الملابس، اشي مخيف من الآخر يعني، فاخر من الآخر. طيب اسمع، في شغله بدي احكي لك اياها، في سؤال. في قريه، في قريه في مدينه جنين، ماشي، قريه اوكي، اذا طبعا اذا كمنا الحرف الاول والثاني هي من خمس احرف، اذا كمنا ايش بدي اجيبها، بدك تجيبها، شو علاوه مش جايبها، بدك تجيبها، اذا كمنا الحرف الاول والثاني بصير انت شاهد زور. شاهد زور. والله عليك برافو عليك. شيء سيره الظهر. كف الجواب غلط. شو يلا والله لا يا زلمه يا الله، من كنت السوق خمسه من خمس احرف. طيب زد حبيبي من خمس احرف. والله ما بعرف. لا يا زلمه اقسم بالله فكره مو معها. طيب احنا كلنا فكرنا مش معانا. زد اسمع اسمع اسمع، هسه اول ما تدخل جنين شو في كره، شو في كره، لا كبل كبل كبل، شو في كبل، شو في قريه ايش قبل بعدها 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 عرابي، في قريه اسمها شو من خمس احرف، جنز جنز جنزور جنزور. كيف الحرف الاول والثاني شو بصير؟ شاهد زور، زور زي هذا. طيب هذه مع بيروس مسحوق مميز، دائما بيروس علمكم. طيب هذا من تركيا جديد الى فلسطين، اول مره تسمع في جنزور؟ لا يا زلمه، اول جديد جنزور. مبروك عليك يا زيد. شو بتحكي لهم يا شاهد جنزور؟ جنزور ولبيروس. ولبيروس كل احترام لكم حبيبينا، وربنا يوفقكم ان شاء الله. اشكرك. وانا بدي اشكر حبيبي اللي اليوم التقيت فيه بالصدفه، هاي والله صدفه، اليوم جمعتنا مع اعز انسان عندي منتصر علي، اللاعب القديم المخضرم. بتعداش عليك انت والله حبيبي. اشكرك اشكرك. غاوزني ودير غاوزني. شكرا لك يا زيد. تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا في مدينه جنين، معنا مسحوق اسمه بيروس، يعني والدتك والدتك راح تستخدمه، راح تقول لك انه انا ما بديش الا بيروس، لانه هذا بيروس مختلف، بياض نصاعه، بالاضافه محافظه على الملابس، وكمان بيطيل عمر غسالتك كمان، عشان هيك بقول لك موجود في كل المولات والسوبر ماركتات. شو اسمك؟ معمر. معمر يا معمر. طيب معمر، ما دام انت حكيت لي قلت لي بالمدرسه وادبي، من هو شو اسم شاعر النيل؟ يا سلام، بما انك كنت لي بالمدرسه وادبي لازم تحفظ، الادب بيحفظ. مساء الخير، كيفك؟ تصورني انت احلى واحد. شو اسمه؟ يمكن اول ايش شو اسمه؟ حافظ ابراهيم. شو رايك؟ مزبوط. مزبوط. حافظ ابراهيم. خلص ردت عليه. طب جبران خليل جبران وين هذا موقعه؟ والله ما بعرف. حافظ ابراهيم. سمعت شاعر النيل مين هو؟ حافظ إبراهيم. يا جماعة الخير، وإن شاء الله يا جماعة الخير بترجع الأيام وتعود الأفراح لبيوتنا وبتتغير هالأيام وبتصير الإشي بروح الغمة وهال، إن شاء الله إن شاء الله يا رب، دائما ندعو رب العالم. أعطيني كل والدتك تجربه بيروس، طبعا احنا بنقول لكم بيروس إشي جديد موجود في كل المولات، مساحيك مميزة، وزي ما قلت لكم من تركيا إلى فلسطين مباشرة. طيب معمر، عمرها دائما ان شاء الله بالغسالي، وين بدك تعمرها؟ بالغسالي. شكرا لك يا معمر، مبروك عليك. تعالوا معنا مع بيروس. مسحوق ببيض بحافظ على الملابس، كمان بعض نصاعه وبحافظ على العمر. غسالتي، بدل ما تقولي له لزوجك جيب لي غسالي كل سنه، هذا بحافظ على ايش؟ على غسالتك يا مأيهم. مأيهم، طيب احنا راح نربعك بس تجاوب على سؤال بسيط ومن صعب، وحتى لو هذا قدام الكاميرا لو ما جاوبتيش بدك تجاوب من غصب عنا ونربحك كمان. شو رايك يا مأيهم؟ من وين يا مأيهم؟ من جنين. من جف جنين. طيب شو اسمك انت؟ أيهام. يا عين هذا البكر. قول بيروس. بيروس. خمس مرات بسرعه. بيروس 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 بيروس. يا عين عليك، هذا من بيروس، مبروك عليك، وجربيه ما راح تستخدمي غيره لانه هو الافضل دائما في عالم المساحيق. طيب مبروك عليك يا ام ايهم، تفضلي. مبروك عليك. شو بتقولي بيروس؟ الى الامام.
شكرا لك. تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا بالاجواء المميزه، تعال يلا نشوف. احنا معنا مسحوق اسمه بيروس من تركيا الى فلسطين جديد، بس هذا المسحوق اللي بتجربه اي ست بيت راح ايش؟ راح تنبسط وتقول بدي بيروس، موجود في المولات والمحلات والسوبر ماركات في كل الوطن الفلسطيني. طيب سيريس انت؟ طيب اعطيني اسماء بس خمس مخيمات في وين في الوطن؟ يلا. بلاطه عسكر. عسكر. مخيم جنين. مخيم جنين. مخيم الفارعه. نور شمس. نور شمس. نور كريم. نور كريم. شو جلزون الدهيشة؟ شو بدك كمان؟ فوق عشرة صلعة الدهيشة. طيب طيب شايفتي هذا مسحوق بيروس يا جماعة الخير للستات، اغتنموا الفرصة ودائما روحوا اشتروه عشان ايش؟ تعرفوا انه ما راح تستغنوا عنه دائما. بيروس لبيتك بيطيل عمر الغسالة بياض ونصاعة وبحافظ على وين؟ على الألوان وكمان الملابس. طيب عالية؟ عالية ان شاء الله بتضلك عالية، واحنا عاليين مع مين؟ مع بيروس. مبروك عليك من بيروس. شو بتحكي لهم؟ شكرا لهم وان شاء الله ربنا بيوفقهم وبنطيهم النجاح بزياده. كل يوم راحت عليكم. راحت عليكم. طيب شكرا لك يا عاليا. مشاهدينا ومتابعينا انا بدي اشكركم على وجودكم معنا اليوم في مدينه جنين مع عائله بيروس. تعالي 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 مع عائله بيروس. تعالي يلا قولي له منى بيروس. هيك بيروس بيروس خمس مره هيك بيروس بيروس. يا عيني على بيروس. يا عيني. يلا روحي كملي مشوارك. طيب مشاهدي متابعين من اشكركم على وجودكم معنا في مع عائلة بيروس، عالم النظافة التي تستحق دائما لبيتك. دائما اختاري مسحوق بيروس. بيروس غسالتك ملابسك معطرك دائما مع مين؟ مع بيروس صديق العائلة. دائما بيروس موجود في كل السوبر ماركتات والمحلات، دائما اعتمدوا مسحوق ايش الغسيل بيروس. مشاهدي متابعين اشكركم من مدينة جنين اليوم، من وراء الكاميرا محمد الفار خباب الأسمر، مني أنا منتصر العناني، دمتم بخير ودائما خلي عيونكم الحلوة وين؟ على أفضل مسحوق موجود في السوق الفلسطيني دائما بيروس. إلى اللقاء.